بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله غافر الزلات ومقيل العثرات. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أحمده سبحانه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرم، وعلى من تبع سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الممات. أما بعد، فبادئ ذي بدء أهنئكم أيها الكرام بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الله العظيم، شهر القرآن، شهر الخير والبركة، شهر الجود والإحسان، شهر المغفرة والعتق من النيران. أهنئكم بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا فيه على التوبة إلى الله عز وجل من ذنوب خلت ومن معاص قد ارتكبها الإنسان. فهذا الشهر هو أفضل الأيام للتوبة إلى الله عز وجل من هذه الأمور. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن التوبة. التوبة وما أدراك ما التوبة. التوبة أيها الأحبة هي وظيفة العمر، وهي أول الإنسان ومنتهاه، وهي أول أعماله وآخرها، هي أولى منازل العبودية وأوسطها وآخرها. والحاجة إلى التوبة ماسة، لأن جميع الناس يذنبون ويعصون الله عز وجل، فالمعاصي والذنوب لا يسلم منها البشر. ولذلك من رحمة الله عز وجل ومن لطفه بخلقه أن فتح لهم باب التوبة وشرع لهم هذا الباب لكي يعفو عنهم ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي. وقد فتح الله عز وجل باب التوبة لجميع خلقه، من الكفار والمشركين، من المنافقين والملحدين، من الظالمين والعصاة الذين اقترفوا الذنوب والمعاصي. فجميع هؤلاء هم مطالبون بالتوبة إلى الله عز وجل، كل بحسب فعله وذنبه الذي اقترفه. والحقيقة أيها الأحبة أن الكلام عن التوبة كلام ذو شجون وهو متشعب، ولكننا سنحاول أن نجمع شتاته في بعض النقاط. أولها حقيقة التوبة. ما هي التوبة وما حقيقتها؟ ما هي التوبة التي أمر الله عز وجل بها عندما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ التوبة يا عباد الله هي أن يعزم الإنسان، هي أن يقلع الإنسان عن الذنب، فيقلع عن الذنب الذي يرتكبه، وأن يندم على ما فات من هذا الذنب الذي ارتكبه، وأن يعزم على ألا يعود. هذه ثلاثة أمور تجمع حقيقة التوبة. الإنسان إما أن يكون يريد أن يتوب من مجموعة معاصي، أو يريد أن يتوب من معصية واحدة من ذنب اقترفه، فأول شيء يتوقف عن هذا الذنب ويقلع عنه في الحال، هذا في حاله. ثم هذا الذنب الذي ارتكبه فيما سبق يتوب إلى الله عز وجل منه ويستغفر الله منه ويحدث منه توبة، وأيضا يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب في المستقبل. فإذا اجتمع للإنسان هذه الأمور فهذه هي التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها عباده. طيب، وقت التوبة ما هو وقتها؟ ومتى يكون يعني الوقت المناسب للتوبة؟ اعلم أيها الموفق أن الله عز وجل فتح باب التوبة في كل وقت، ولم يحدد لها وقتا معينا، بل جعل التوبة في كل وقت وحين، وجعل بابه مفتوحا للعاصين ولكل من ارتكب المعاصي. فإن باب التوبة مفتوح
ليس دونه ودون التوبة إلا أن يعزم على عدم العود وأن يقلع عن ذلك الذنب وأن يستغفر الله عز وجل فيما مضى. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تودد الله عز وجل إلى عباده فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهم الذين ظلموا وهم الذين عصوا الله عز وجل، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي. فأيها العبد الذي عصيت الله عز وجل أنت من عباد الله، وهذا التم وهذه المعصية هي تبعدك عن الله عز وجل، ولكنك لا تزال في دائرة عبادة الله عز وجل، والمطلوب منك التوبة، فلا تقنط من رحمة الله. لذلك الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميع الذنوب التي ارتكبها العبد، التي ارتكبها الإنسان، عظمت أو صغرت، ليس بينه وبينها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منها. فالتوبة في كل وقت ومن كل الذنوب. أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فخاطب المؤمنين الذين لا شك أنهم تصدر منهم بعض الأمور وبعض المعاصي وبعض السيئات، فإنه خاطبهم أن يحدثوا التوبة، التوبة النصوح. والتوبة النصوح هي التي استوفت شروطها كما سيأتي الكلام عنها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ذكر الله عز وجل بعض صفات المؤمنين فذكر منها هذه الصفات، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. خاطب الله عز وجل في هذه الآية عباده المؤمنين، وذكر من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي ومن يرتكب هذه الأمور التي هي من أعظم المعاصي وهي من أكبر الكبائر وهي من الموبقات، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فإنه ينال الإثم بسبب هذه الأفعال، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي يخلد في العذاب مهانا لما اقترف من هذه الذنوب. استثنى الله عز وجل، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهذه هي التوبة النصوح. فمن تاب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب والمعاصي التي هي الشرك بالله وقتل النفس والزنا والعياذ بالله، فإن الإنسان إذا كان هذه الذنوب التي هي أعظم الذنوب والمعاصي إذا تاب منها فإن الله يغفر له ذنبه، فما دونها من باب أولى. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ما حالهم؟ قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، هذا الفوز العظيم وهذا الجزاء الجزيل الذي أعده الله عز وجل لمن تاب من هذه الذنوب والمعاصي وغيرها أيضا، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. انظر إلى هذا الجزاء العظيم الذي لا يزهد فيه إلا جاهل أو زاهد في فضل الله عز وجل، فلا يتركه إلا جاهل أو زاهد في فضل الله عز وجل. فهذه الآيات دلت على أن التوبة بابها مفتوح وأنها في كل وقت وحين. واسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شأن التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا من أحدكم كان في أرض فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. هذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثال لرجل في الصحراء ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم نام، فلما استيقظ إذا بناقته قد انفلتت وهو في صحراء فلات وليس معه من الطعام والشراب، كله كان فوق الناقة.
فقام يبحث عن هذه الراحلة، فقام يبحث عنها حتى أدركه العطش. ظل يومه وهو يبحث عن ناقته حتى يأس وأدركه العطش، فجاء عند جذع شجرة واستظل بظلها والضجع، خلاص أدركه التعب من كثرة البحث والعطش، فنام قليلا فاستيقظ فإذا ناقته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، ففرح فرحا عظيما وأخذ بزمام الناقة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم هذا الفرح العظيم الذي أدرك هذا الرجل عندما كان يائسا من الحياة، ثم وجد هذا الناقة التي تحمله عليها طعامه وشرابه فوق رأسه، حتى أنه من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بفرحه براحلته التي وجدها. أرأيتم فرح الله عز وجل بتوبة عبده؟ فإذا كان الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء يريد من هذا العبد أن يتوب، ويريد منه أن يقبل ويفرح بهذه التوبة فرحا عظيما، فهل يحرم من هذه التوبة إلا كل محروم؟ والله المستعان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أخبر أنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فكيف بنا نحن أهل الذنوب والمعاصي وأهل التقصير؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فالله عز وجل فتح باب التوبة في كل أوقات، في الليل وفي النهار، وليس بين الذي يريد أن يتوب إلا أن يقبل على الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل ويقلع عن هذا الذنب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. انظر إلى عظيم رحمة الله سبحانه، مهما بلغت ذنوب العباد ولو بلغت عنان السماء، فإنه إذا أقبل على الله عز وجل، الله عز وجل قال: غفرت لك ذلك منك ولا أبالي، أي لا أنظر إلى عظيم المعصية ولا إلى كثرتها، ولكن إقبالك على الله عز وجل وتوبتك إليه تمحو ذلك كله. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان أمامه سبي من الكفار، كان رجع من معركة وأمامه السبي، فكان جالس هو والصحابة وكانوا يرون امرأة ضاع ولدها في ذلك الجمع، فكانت تبحث عن طفلها في ذلك السبي، فبحثت عنه حتى وجدته، فلما وجدت تلك المرأة ابنها ضمته إلى صدرها وشمته وقبلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى هذا الموقف، هو يخاطب أصحابه صلى الله عليهم رضي الله عنهم، قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ يعني هل يتصور المرأة هذه اللي توا تدور في ولدها في الجمع هداي، ويعني بذلت ما تبذل حتى تجد ولدها ولقاته وضماته وحضناته وشماته وقبلاته، هل يعقل أن هذه المرأة ترمي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن، لما جبلت عليه المرأة من محبتها لابنها ومن رأفتها وعطفها عليه. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. يعني رحمة هذه المرأة لطفلها، الله عز وجل أرحم بنا من هذه بولدها. انظر إلى عظيم رحمة الله التي وسعت كل شيء. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين العباد، هي التي يعني يتراحمون بينهم،
وهي التي ترحم بها الأم طفلها، واستأثر لنفسه بتسعة وتسعين رحمة. فالله عز وجل هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو أشد رحمة بنا من أنفسنا، ومن الأم بولدها، ومن الأب بولده، ومن رب الأسرة بأبنائه. الله عز وجل أرحم بنا من هؤلاء كلهم، وليس بيننا وبين أن لا رحمة الله عز وجل إلا التوبة. طيب، هذا الحديث يجرنا للكلام عن التوبة وسبب التوبة. اعلم يا عبد الله أن التوبة سببها الذنوب والمعاصي، فالإنسان الذي يذنب ويعصي الله عز وجل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن هذه الذنوب والمعاصي هي الموبقات وهي المهلكات، وليس من مصيبة ولا شر إلا سببه الذنوب والمعاصي. جميع الذنوب جميع المصائب التي تصيب الإنسان سببها الذنوب والمعاصي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة التي تصيب الإنسان فبما كسبت أيديكم، أي بسبب فعل الإنسان وذنوبه ومعاصيه، ويعفو عن كثير. يعني بعد الله عز وجل أن يعفو عن كثير مما يقترفه الإنسان، تنال الإنسان بعض تلك المصائب بسبب هذه الأفعال. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليس من شر ولا مصيبة تصيب الإنسان إلا وسببها الذنوب والمعاصي. وهل أغرق الله عز وجل الأرض بالماء وبلغت المياه رؤوس الجبال في زمن نوح إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ وهل أغرق الله فرعون وجنده في البحر إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ وهل سلط الله الريح على قوم هود حتى تركتهم كأعجاز نخل خاوية إلا بسبب الذنوب والمعاصي؟ والصيحة التي أرسلها الله عز وجل على قوم ثمود حتى خلعت قلوبهم من حناجرهم، هل سبب ذلك إلا الذنوب والمعاصي؟ وقوم لوط الذين خسف الله بهم الأرض وجعل عاليها سافلها وأرسل عليهم حجارة فأماتتهم، هل سبب ذلك إلا الذنوب والمعاصي؟ كل تلك سببها الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العباد، فتحل بهم نقمة الله عز وجل. وأما لو تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل لما كان هذا حالهم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفس. وانتبهوا معي لهذا الحديث العظيم، فإن فيه موعظة ودرس عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم، في الأمم السابقة، رجل قتل 99 نفس، فلما أراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل راهب، يعني رجل يعبد الله عز وجل، فذهب إليه فقال: إني قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ليس لك من توبة. فقتله فأتم به 100. ثم إنه أراد أن يتوب مرة أخرى فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم هذه المرة، فأشير إليه به فذهب إليه فقال: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ وانظر إلى عظيم هذا الدم. قال: نعم، ليس بينك وبين التوبة أحد، من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاخرج منها إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فذهب الرجل، فلما كان في الطريق، في منتصف الطريق مات، أتاه ملك الموت فقبض روحه، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت: هو مقبل على الطاعة، وملائكة العذاب قالت: هو لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا فحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرض التي هو ذاهب إليها والأرض التي خرج منها، فما كان إليها أقرب، فقاسوا الأرض فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة، فقبضت روحه ملائكة الرحمة. فانظروا رحمة الله عز وجل بهذا الرجل الذي قتل 100 نفس، عندما تاب إلى الله عز وجل وأحسن توبته، فإنه الله عز وجل جزاه بهذا الجزاء العظيم، بأن أدخله الجنة رغم أنه لم يعمل خيرا قط إلا هذه التوبة. إن للتوبة يا عباد الله فوائد عظيمة ومنافع جزيلة،
منها أن الله عز وجل يبدل السيئات فيها إلى حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومنها أن النجاح والفلاح مرتب عليها، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. ومنها أيضا أنها أمر يحبه الله، كما جاء في الحديث: لله أشد توبة فرحا بعبده، من القصة التي ذكرناها قبل قليل. ومنها أنها سبب للرزق والعافية، وسبب لكثرة الأموال والبنين، قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها مترتبة على التوبة. التوبة في رمضان يا عباد الله، لأن موسم رمضان موسم طاعة وموسم خير، ويناسب أن يحدث الإنسان فيه توبة، رغم أن التوبة في كل وقت وحين، ولكنها في رمضان يكون شأنها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأقفلت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يقفل منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وليس ذلك إلا في، وذلك في كل ليلة. ففي ليالي رمضان الله عز وجل يحدث بأن يفتح أبواب الجنة وأبواب الخير، فيناسب أن يحدث الإنسان في ذلك توبة في هذا الشهر العظيم. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه أحمد وهو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم سكت. فسأله الصحابة: قلت آمين لماذا يا رسول الله؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: إن عبدا أدركه رمضان ولم يتب ولم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين، فقلت آمين. يعني أن هذا الذي يدرك شهر رمضان، شهر الخير والجود، شهر العمل الصالح، ولم يتب إلى الله ولم يستقبله بتوبة، فإنه يعني يستحق ما يناله من جزاء، وهو دخول النار. فهذه الأحاديث والآيات دلت على عظيم التوبة، والكلام كما قلنا ذو شجون. ونختم بهذه الأمر، وهو بعض الذنوب التي يغفل الناس عنها وهي مهمة، يجب الناس أن ينتبهوا إليها. سأذكر منها ثلاثة: الذنوب والمعاصي كثيرة والتي يجب الإنسان أن يتوب منها وهي كثيرة، ولكن هناك بعضها قد يغفل الناس عنها. منها اعتياد العباد النعم واستمراؤهم، فكثرة مشاهدة الناس للنعم وكثرة تعاطيهم ويعني تعاملهم مع النعم، فإنهم لا يشكرون نعمة الله عز وجل، نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة السمع والبصر، نعمة المشي على الأقدام، نعم كثيرة، نعمة الصحة في البدن. هذه نعم الإنسان كثيرة التي رزقه الله عز وجل إياها، لا يشكرونها. وعدم شكر النعم هو ذنب يحتاج إلى توبة، وهو أيضا مؤذن بزوالها. أيضا من الأمور التي ينبغي أن لا يغفل الناس عنها في هذا الشهر العظيم وهي من الذنوب: عدم إنكار المنكر، فإن الناس الآن يشاهدون ربما المنكرات ولا ينكرونها، وهذا ذنب يحتاج إلى توبة. فإن مراتب إنكار المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولي الأمر رب الأسرة يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يبين الصواب ويبين الحق ويبين الشرع، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعامة الناس وهذا هو القدر الواجب، وطالب بأنه ينكر ولو بقلبه، وهذا أقل القليل. فأقل القليل أن ينكر الإنسان بقلبه هذه الذنوب والمعاصي حتى يعني لا ينال الوزر. وأيضا من الذنوب التي نختم بها، التي ينبغي للإنسان للناس أن ينتبهوا إليها وأن يتوبوا منها، ضياع الأوقات في غير الطاعات. فالإنسان مأمور أن تكون أوقاته كلها في طاعة الله عز وجل، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتفريط الإنسان وتضييعه لهذه الأوقات في غير الطاعة هو من المعاصي التي ينبغي له أن يتوب منها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم فيه التوبة النصوحة، وأن يتقبلها منا ومنكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.